مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حديث الساحل. بعد إخفاق مساعي الأمم المتحدة وأعضاء من مجلس الأمن في حمل عصابات ميليشيا البوليساريو على وقف عرقلة الحركة التجارية والمدنية في معبر القرقرات، جاء التدخل المغربي حاسما انتهى بفرار هذه العصابات أمام العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية. إذن عادت الحركة التجارية في أجواء من الهدوء بعد تحرك أشادت به الكثير من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية. خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضح العاهل المغربي الملك محمد السادس أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وجدد الملك محمد السادس التأكيد لغوتيريش على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار، وبالحزم ذاته تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها. اليوم في حديث الساحل نتحدث عن الإطار الجديد الذي فرضته استفزازات عصابات البوليساريو في القرقرات ونتائجه. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد نور الدين، الخبير في القضايا الدولية والمتخصص في الشؤون المغاربية، ويسرنا أيضا أن ينضم إلينا من وجدة الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول. إذن لو نبدأ معكم أستاذ نور الدين، ما هو تقييمك لهذا التحرك المغربي الذي وفى بما وعد به وهو استعادة أمن المعبر وانسيابية الحركة التجارية والمدنية؟ شكرا على الاستضافة. ربما العنوان الأبرز الذي يمكن أن نعطيه لهذه العملية الناجحة للقوات المسلحة الملكية التي برهنت عن احترافية عالية لا تمتلكها إلا جيوش الدول العظمى، بحيث أنها حسمت الأمر وشيدت جدارا أمنيا جديدا وخطا دفاعيا جديدا في ظرف بضع ساعات. العنوان الأبرز الذي يمكن أن نعطيه لهذه العملية أن القرقرات أصبحت عنوانا للنجاح الدبلوماسية الملكية للمغرب، وعنوانا للعزلة الدبلوماسية والسياسية للجزائر على الصعيد العالمي. فتزالي التأييد، رسائل التأييد وبلاغات وزارات الخارجية عبر الدول العربية والدول الإفريقية والدول الصديقة، التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة والتي أكدت على أن هذه العملية تأتي بعد فشل كل محاولات لإقناع الجزائر وصنيعتها بالتراجع عن قطع الطريق في القرقرات، التصريح الأخير لممثل الخارجية الأوروبية والذي أيد الخطوة المغربية وأيد فتح الطريق وأيد وبل وعارض أي مساس بانسيابية وإغلاق الطرق التجارية الدولية خاصة بين المغرب وموريتانيا، التأييد والبيانات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي المؤيدة للموقف المغربي، التأييد الذي أصدره البرلمان العربي المؤيد للموقف المغربي. إجمالا يمكن أن نقول على أن العالم كله أدان الموقف الجزائري وأصبحت معزولة، حتى روسيا التي لم تصوت على القرار الأخير لمجلس الأمن وهي الممون بالنون تريتور الممون للجزائر بالسلاح، لم تصدر بيانا يدين هذه العملية. يعني بمعنى أن كل الدول حتى التي لم تظهر من خلال بيانات وزراء خارجيتها التأييد بالبيان فهي تؤيد المغرب لأنها لم تصدر بيان إدانة. وبالتالي القرقرات اليوم أصبحت عنوانا للعزلة الجزائرية التي تنضاف إلى عزلة النظام العسكري الجزائري داخليا من خلال الحراك ومن خلال حتى تصريحات الزعماء السياسيين الذين من بينهم رئيس أو مرشح للرئاسية السابقة، من بينهم يعني زعماء الحراك الشعبي الذين كلهم نددوا بالموقف الجزائري المضاد للمغرب ولوحدته الترابية. شكرا لك دكتور خالد شيات. من خلال ما جرى في القرقرات، هل نحن إزاء منطق جديد في التعاطي مع الاستفزازات المتكررة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة خصوصا في القرقرات؟ طبعا هي الطريقة التي استعملها المغرب حقيقة هي فريدة من نوعها، أنه طبعا يربط ذلك بالتزاماته خاصة الدولية، تحدث عن التزاماته الدولية باعتباره دولة ذات سيادة
تدخله يدخل في إطار ما ينص عليه أو ما هو منصوص في ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره أيضا دولة ذات سيادة، وأيضا باعتباره دولة تلتزم باتفاقياتها. أحسن بظلت الأمم المتحدة، سبق للمغرب أن وقع اتفاقية لوقف إطلاق النار سنة 1991 تضم مجموعة من الشروط. وطبعا هذا الأمر يعني أعطى للمغرب الإمكانية لفرض هذا الواقع القانوني أو هذا الجانب الشرعي من القانون الدولي أولا، ثم الذي يستجيب للحالة التي تعبر عن سيادة المغرب في أراضيها. هذا شكل قانوني صرف، ولكن أقول بأنه إضافة إلى ذلك يعني الطريقة التي استعملها المغرب في هذه الحالة الفريدة في العلاقات الدولية الراهنة على الأقل، هو أنه في الوقت الذي فرض فيه القانون وفرض فيه المنطق الشرعية الدولية وفرض فيه منطق العقل الطبيعي للإنسان عاقل طبعا، ساهم ايضا في بسط المفهوم القوه ولكن من مفهوم الناعم، ليس القوه الناعمه من مفهوم العلاقات الدوليه، ولكن استعمال قوه بدون يعني خروج عن المنطق وعن روح القانون وعن روح الاتفاقيات التي ابرها المغرب وعن روح التزاماته الدوليه. وهذا امر هذا يعني الذي يعني تم ايضاحه في البدايه، لا يكون تدخل عدائيا ولا قتاليا. إذن هذا التدخل الذي لا يكون عدائيا ولا قتاليا كما يعني كما ذكرت، يعني هذا شيء يعني يصعب بالتنفيذ على مستوى الواقع، لأنه أي طريقه في تصور السياسيين العاديين لضمان قدر من سلامه المواطنين اولا ثم سلامه الجنود المتدخلين، يعني سيكون بحزم اكبر بشكل بعيد، يعني حتى لا يمس اي طرف او اي فرد من افراد القوات المسلحه. ولكن المغرب آثر في هذا المستوى أن يكون تدخله تدخلا مباشرا شكرا بدون لك. استعمال القوة المفرطة التي من فيه. وهذا قلت بأنه هذه نموذج حقيقة يعني يحافظ على المسلكين معا، المسلك الذي يربط التزامات المغرب والذي يحقق أيضا على أرض الواقع النتيجة الإيجابية، وهو ما تحقق أيضا في هذه شكرا في لك. هذا التدخل وفي الجلجلات عموما. شكرا لك دكتور أحمد نور الدين. بالأمس كان هذا الاتصال بين العاهلة المغربية الملك محمد السادس والأمين العام الأممي. في هذا الاتصال الملك محمد السادس قال إن المغرب أعاد الوضع إلى طبيعته وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل. حينما نقول أنه تم تسوية المشكل بشكل نهائي، ماذا يعنيه ذلك؟ هذا الاتصال الذي جرى بين جلالة الملك والأمين العام للأمم المتحدة ليس الأول، يعني فقط أفتح قوس وأقول على أن هناك نجاح آخر لهذه العملية، عملية الجرجرات، وهي أنها تمت في اتصال مستمر ومباشر مع الأمين العام. يعني أثناء تنفيذ العملية كان هناك اتصال للسلطات المغربية مباشر، وهذا ما عبر عنه الأمين العام في تصريحه، معنى أن المغرب قاد عملية ناجحة على جميع المستويات، على مستوى التواصل السياسي مع المنظمات الدولية والدول العظمى، على المستوى حتى الاستخباراتي، لأن الجزائر أخذت على حين غرة. يعني هذا يعني على أن فشلها حتى من خلال حتى لالتقاط أي إشارة عن هذه العملية المغربية، لذلك كانت الصدمة قوية جدا لدى صانعي القرار في الجزائر، وهو ما يعني انعكس على البيان المستعجل الخارجية، وانعكس على التصريحات قائد الجيش الجزائري ومحاولته فرقعة بعض الصواريخ كتهديدات أو كتفويج أو تفريج عن الأزمة الداخلية. بالعودة إلى هذه التسوية النهائية، كما هو معلوم يعني لدى الجميع المتابعين، على أن المعبر يمتد لحوالي يعني حوالي 5 كيلومترات، ولكن المغرب حتى يؤمن هذا المعبر نهائيا مدد الخط الدفاعي مثل ما ورد في التصريحات أو في البيانات الصادرة عن قواتنا المسلحة الملكية لمسافة 10 كيلومترات، أي أنه في اتجاه العمق الشريط الحدودي، حتى لا يبقى هناك مجال أو فراغ بين المنطقة العازلة وبين الطريق أو حتى بين الساحل الأطلسي. وبالتالي اليوم أصبحت منطقة الجرجرات أو هذا الشريط الحدودي العابر أو هذا الجسر بين الحدود المغربية والحدود الموريتانية أصبح معزولا تماما عن المناطق المنطقة الشرقية، وأصبحت المنطقة الشرقية يحدها جدار أمني جديد نفذته القوات المسلحة الملكية، مما سيمنع
مستقبلا أي تو أو أي تسرب أو تسلل لفلول العصابات عصابات من الناحية إلى هذه المنطقة. من الناحية الاستراتيجية بسرعة لو سمحتم، باختصار لو سمحتم، من الناحية الاستراتيجية ميليشيات البوليساريو لن يكون في مستطاعها أبدا في المستقبل أن تعود إلى القرقرات. انتهى هذا الأمر نهائيا، انتهى هذا الأمر نهائيا، إلا إذا طبعا دخلوا إلى اخترقوا الحدود الموريتانية وانتهكوا السيادة الموريتانية وفي هذه، واستبعد هذه المسألة لأن ساعتها سيصبح الأمر مسألة أخرى يعني تتعلق بانتهاك السيادة الموريتانية والعدوان على السيادة الموريتانية، وهذا أمر مستبعد. طيب دكتور خالد شيات، الملك محمد السادس قال أيضا في هذا الاتصال مع الأمين العام الأممي، قال إن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان انسيابية حركة تنقل آمنة للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المغرب وموريتانيا. ما الذي يستلزمه هذا الأمر؟ يستلزم أن يبقى المغرب في المكان الذي هو موجود فيه اليوم، بمعنى أن التحرك الآن سيعطي فرصة أخرى للبوليساريو لكي تعود إلى هذه النقطة، لأن هذه النقطة الوحيدة التي تقول من خلال البوليساريو نحن هنا. يعني إذا كان الأمر يعني بالنسبة إلي، حتى لو كانت هناك يعني استعمال القوة، حتى لو تجرأت على ذلك في شرق الحائط العسكري المغربي أو شرق الجدار المغربي، سيكون الأمر ليس بنفس الطريقة البروباغاندية أو الإعلامية التي تخولها ذلك في القرقرات، بمعنى أنه العملية عملية أكثر منها، يعني عملية دعائية أكثر منها عملية عسكرية أو عملية يعني هي استفزاز كما قال جلالة الملك. في وهذا الأمر يعني توقف اليوم، يعني توقف في حدود استراتيجية معينة كما ذكر الأخ الكريم في المستوى التوسيع أو يعني اتجاه الجدار نحو الجنوب نحو موريتانيا، وبالتالي سيكون هناك التزام يعني من الجار موريتانيا في هذا المستوى الاستراتيجي. ولكن دعني أقول لك أيضا أنه أمام البوليساريو الآن خيارين يعني أحلاهما مر، بمعنى أن تدخل في صراع عسكري مباشر وبالتالي ستكون طرف يعني هو نفس النتيجة التي انتهت إليها في أواخر الثمانينيات، بمعنى أن دخلت المفاوضات بعدما تعذر عليها الاستبراق الحرب، أو أن تستعين، وهذا سيكون يعني أكبر يعني خطأ يمكن أن يقع في هذه المنطقة، أن تستعين بما يسمى الدستور الجزائري، وبالتالي تتدخل الجزائر لحماية نوعا ما هذه الجمهورية عن طريق المستوى العسكري، أي في شرق المستوى الحائط العسكري أو جدار الدفاع المغربي، وهذا سيعني حرب مباشرة بين أو حرب إقليمية حتى لا أطيل. ولكن عفوا هل المعنى الحقيقي نعم، عفوا عذرا على المقاطعة، هل سقطت البوليساريو في فخ أنها كانت تريد أن تجذب الاهتمام الدولي لها كونها هناك فتور واضح جدا في الاهتمام بها، فأشهدت على نفسها العالم كونها تقطع طريق تجاري حيوي دولي؟ هذا عمل قطاع طرق كما جاء في كثير من البلاغات، بمعنى أنه الآن تحولت الظروف والكل على العالم يعرف أن تحول الظروف، عندما كانت البوليساريو محمية من الجزائر والجزائر محمية بالمعسكر الشرقي سابقا في إطار الحرب الباردة، كان لهذا النزاع صدى على مستوى المنظومة الاشتراكية في العالم، وهذا أمر يعني الآن لا يوجد إلا في بعض التصريحات بعد هنا وهناك لبعض المحسوبين على هذه التيار المتآكل على المستوى التأثير الدولي في العلاقات الدولية الراهنة. إذا كانت البوليساريو تريد هذا فقط فإنها يعني لم تحقق شيء، بل إن المشكلة هو أن نتساءل الآن عن مستقبل وتحدث عن المستقبل هنا بالمعنى الذي ستكون فيه البوليساريو في هذه الحالة، في هذا الجو من الحصار الدبلوماسي، في هذا الجو من الحصار أيضا العسكري، أقول لك العسكري لأن ليس هناك إمكانيات كبيرة للهجوم على المغرب إلا في حالات كانت هناك هجومات هنا وهناك بدون أي غاية استراتيجية، بمعنى أن الأمر محسوب حتى على المستوى العسكري في نظري إذا كان هناك حماقات. وطبعا ولكن أقول المشكل هو في ما صرح به بعض قادة البوليساريو من تصريحات تثير العلاقة في المنظومة الإرهابية، بمعنى هناك تحريض أحيانا على أعمال تخريبية في المغرب
وفي داخل الوطن يعني عموما. وهناك تصريحات يعني كثيره تصب في هذا الاتجاه ونوع منها، وهي كلها تصب في الحرف في الاعمال الارهابيه. اذا كانت البوليزاريو تريد ان تتحول الى هذه المنظومه، كما حدث في بعض الحالات المشابهه في خاصه في امريكا الوسطى في التسعينيات والثمانينيات القرن الماضي، من حركات ما يسمى بالتحرريه الى حركات يعني تقريبا عصابات اجراميه. فان الامر يعني مناسب جدا بالنسبه للبوليزاريو في هذا الوضع، خاصه في الساحل والصحراء مع الخطر الارهابي للجماعات المسلحه هناك. نعم. اذهب الى الدكتور احمد نور الدين. هذه الطريقة التي دبر بها المغرب هذه الأزمة على مستوى القرقرات، من ما هو الإطار الجديد الذي ينبغي منه النظر إلى الموقف المغربي إزاء الملف برمته على ضوء هذا التطور؟ ودعني فقط أعلق على ما قد تفضل به الأستاذ الشيات، وهي أن الجبهة الانفصالية هي يعني بالإثباتات ثابت على أنها يعني تتقاطع مع الحركات الإرهابية، وأكبر دليل على ذلك هو وجود أحد القياديين في تنظيم مجاو. نعم، قطع الطريق في حد ذاته والاعتداء على السائقين أيضا. لا لا لا، قبل قطع الطريق، لان هذه اعمال اجراميه. اما الارهاب فهناك احد القيادات في القاعده في الغرب الاسلامي او التي اصبحت مجاو فيما بعد، وهو ابو الوليد الصحراوي، وهو كان قائدا ميدانيا من قيادات الميليشيات الانفصاليه، وتحول الى قائد في داعش. معنى ان هذا التقاطع بالاضافه الى الاختطافات التي تمت في محيط المخيمات وتقاطعها ايضا مع المهربين مهربي المخدرات، هذه يعني منظومه اجراميه متكاملة. طبعا تتداخل فيها مع القيادات الفاسدة في الجيش الجزائري الذين ثبت ايضا تورطهم في تجارة مخدرات الكوكايين، وتمت إقالة وسجون خارج القانون ايضا في المخيمات في هذه يعني خارج مخيمات خارجة عن القانون حتى الدولي، لأن المخيمات في العالم كلها تخضع لقانون الدولة المضيفة، بينما المخيمات في تندوف هي خاضعة لما يسمى الدولة المزعومة وهي مثل داعش. معنى أن هذه المنطقة أصبحت بطنا رخوة يعني للعالم بصفة عامة وللمنطقة المغاربية بصفة خاصة، وأصبحت مصدر تهديد لانفجار الأوضاع لما تبقى من الاتحاد المغاربي. أريد فقط أن نعود، عفوا على المقاطعة، أريد أن نعود إلى هذا السؤال. هل الموقف والطريقة التي دبر بها المغرب هذه الأزمة في القرقرات تفرض إيقاع ومنطق جديد في التعامل مع المغرب؟ أكيد، أنا قلت في بداية مداخلتي على أن القرقرات هي عنوان للنجاح الدبلوماسية الملكية على كل المستويات، المستوى السياسي كما لاحظنا أنه لأن عدم إصدار أي دولة في العالم لإدانة ما جرى أو لي حتى يعني تحفظ على ما قام به المغرب، فمعناه تأييد مطلق للمغرب على المستوى العالمي، قلت بما فيها روسيا المزود الأساسي للسلاح للجزائر. هذا نجاح على المستوى السياسي الدبلوماسية الملكية. ثم هناك نجاحات على مستوى التواصل كما قلت أثناء تنفيذ العملية قبلها وبعدها، يعني هذه العملية كانت عنوانا لنجاح الدبلوماسية الملكية المغربية وللخيارات الاستراتيجية المغربية، لأنه ربما في فترة من الفترات كانت تظن الجزائر على أنها تجس نبض المغرب في العمليات التي كانت تجري في القرقرات وفي بير لحلو وتفاريتي، بحيث أنهم كانوا يتقدمون خطوة خطوة. يعني في الأول كانوا فقط اقتحام ثم مغادرة هذه المنطقة، ثم بعد ذلك أصبح بعض الاعتداءات على سائقي الشاحنات ثم الانسحاب، إلى أن وصلوا إلى المرحلة النهائية وهي قطع الطريق، وهم ظنوا بذلك على أنهم جسوا نبض المغرب، والمغرب لا يتحرك، والمغرب لم تعد له إمكانية التحرك. ولكن في الحقيقة المغرب هو الذي أوقعهم في الفخ، أي أنهم جعلوا يتقدمون في اختراقهم في خرقهم للاتفاق 1991، ويتقدمون في خرقهم لاتفاقية الدولية، إلى أن وصلوا إلى تهديد السلم والأمن العالمي من خلال قطعهم لطرق تجارية دولية محمية للاتفاقات الدولية. إذ ذاك تدخل المغرب بكل قوة لإعادة النظام وإعادة القانون في هذه المناطق المغربية. شكرا لك دكتور خالد شيات. لم يبقى الكثير من الوقت، في إطار كل هذا الزخم المملكة المغربية تعبر عن تشبثها الراسخ بوقف إطلاق النار اليوم، ما أهمية هذا الموقف
في هذه المرحلة بالذات الحفاظ على وقف إطلاق النار؟ وفرنسا اليوم تابعنا موقفها المرحب بالتزام المغرب بالتشبث بوقف إطلاق النار. المغرب أوقف إطلاق النار في عندما كان منتصرا في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، يجب أن أذكر بذلك يعني، وهو ملتزم بالاتفاقيات الدولية وأعطى لهذه القضية الكثير من الفرص، واقترح حلا يعني سياسيا اللي هو الحكم الذاتي سنة 2007، وأعطى الكثير من المبادرات الإيجابية، ودخل في مفاوضات أو في مشاورات أحيانا في أحيان كثيرة بهذه النية، ويريد أن تستمر هذا المنطق يعني يستمر لحل هذا المشكلة، لأنه في آخر المطاف ليست هناك حرب جيدة في آخر المطاف أقول، ولكن هذا خيار. أقول بأنه في هذا المستوى يعني نحن الآن نحقق نجاحات متعددة على المستويات الدبلوماسية، نحقق يعني تحولات عميقة كما ذكر غير الملك في آخر خطاباته على مستوى الاعتراف، على مستوى صحب الاعتراف، على مستويات يعني التنموية، على مستوى البنية التحتية في الأقاليم الجنوبية، وبالتالي فإن هذا أربك الأطراف الأخرى تريد أن تخلخل هذا الوضع. ولكن ما هو الخيار الذي كان أمامها؟ الخيار الذي وضع والذي كان واضحا ربما توضح أكثر في الأيام الأخيرة هو أن تريد أن تناوش، بمعنى أنها تريد أن تقول يعني أن أقوم بهذه العملية هنا وهناك لآخر حتى تتخلخل الأمور وأعطي انطباعا بالحجم الذي لا أمتلكه حقيقة على المستوى الدولي. الآن قالت البوليزاريو تريد أن تعطي هذا الحجم على الجزائر طبعا نفسها، ولكن قال لها المغرب بطريقة أو بأخرى يعني إما أن تكون هنا يكون هناك سلام حقيقي، سلام مبني على قرارات مجلس الأمن خاصة، لأن يعني مجلس الأمن حسب المسألة فيما يتعلق بكثير من المفاهيم، خاصة فيما يوجد نظري فيما يتعلق بمسألة تقرير المصير التي غلفها بآلية أساسية، يعني تقرير المصير مبدأ لا خلاف حوله، ولكن غلافه الذي وضعه مجلس الأمن والأمم المتحدة والشرعية الدولية هو الحل السياسي المتوافق حوله والقابل للتطبيق، بمعنى أنه الغير ما يخرج عن هذا هو الاستفتاء الذي تقترحه الجزائر والبوليزاريو من خارج نسق التقرير المصير بالمفهوم المتحدة. كل هذه الانتصارات أرادت الجزائر والبوليزاريو أن تخلخلها، ولكن المغرب قال إما هذا السلام الذي ذهب فيه منذ بداية أو نهاية ثمانينيات القرن الماضي أو أن تكونوا مستعدين لحرب حقيقية. ليس هناك مجال لكي تقوم هذه المجموعة الصغيرة بهذه الأفعال الصبيانية إن شاء الله نقول، وأن يكون بعد ذلك يعني أن يبقى المغرب يعني مكتوف الأيدي، وأن الحل هو أن يكون هناك حل حقيقي في هذه المنطقة بالنسقين معا، النسق السلمي الذي هو مبدأ ثابت لدى المغرب ومستمر وهو يدافع عنه، أو إذا فرضت عليه الحرب فإنه لن يقول إلا كما يقال دائما الجواب وما ترى لما تسمع. شكرا لك أستاذ خالد شياد. ختاما أستاذ أحمد نور الدين، هذه المزاوجة بين موقف متشبث بشكل راسخ بوقف إطلاق النار وفي نفس الوقت الصرامة في إطار الدفاع الشرعي إذا كان هناك ما يهدد الأمن وطمأنينة المواطنين، ما أهمية هذه المقاربة اليوم في هذا السياق؟ هذه مقاربة تؤكد أولا مصداقية الموقف المغربي على طول الخط في الخمسين سنة، يعني الدول الغربية والدول العالم بما فيها دول العالم الثالث التي وقعت في البروباغاندا الجزائرية أو في حبائل البروباغاندا في فترة من الفترات اكتشفت على أن الموقف المغربي موقف ملتزم بالشرعية الدولية، ملتزم بالشرعية التاريخية، ملتزم بالانخراط في تهدئة وتفكيك الخطاب أو تفكيك عوامل إشعال الحرب الإقليمية في منطقة ليست بحاجة إلى حرب جديدة، ولكن في المقابل المغرب لا يمكن أن يفرط في أرضه ولا يمكن أن يفرط في سيادته، وهذه هذا السلوك في الدبلوماسية الملكية يعبر عن الثقة في النفس، الثقة في الانتماء، الثقة في الشرعية، في شرعية وعدالة القضية المغربية، ويعبر عن الأزمة أن الأزمة ليست لدينا في أقاليمنا الجنوبية، وإنما الأزمة الوحيدة التي لا زالت ينبغي إيجاد حل لها هي أزمة داخل التراب الجزائري أو على الأقل التراب الذي تحت الإدارة الجزائرية في تندوف وفي المناطق التي توجد فيها هذه المخيمات. هناك توجد قنبلة
قنبلة يمكن أن تنفجر في أي وقت وفي أي لحظة، وستنفجر في وجه النظام العسكري الجزائري وفي وجه العصابة الحاكمة في هذه المخيمات. إذن الإشكال عندهم وليس عندنا. شكرا جزيلا لك. هناك ثقة في النجاحات التي حققها المغرب على جميع الأصعدة. الدكتور أحمد نور الدين، الخبير في القضايا الدولية والمتخصص في الشؤون المغاربية، شكرا جزيلا لك. أشكر من وجدة الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول، على مشاركتهما معنا. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه الحلقة على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com، وأيضا على منصاتنا الاجتماعية الأخرى. إلى اللقاء.